اليوم بدأت ملاحقة الإرهاب. قيلت في الرياض منبت فكرة التحالف العسكري الإسلامي لهذا الغرض. مر عامان على إعلان التأسيس، وقدر الآن لوزراء دفاع التحالف أن يلتقوا. جاءوا لتوثيق التنسيق الاستخباراتي والمالي والعسكري والسياسي بين دولهم، وهذه أول خطوة عملية لضبط استراتيجية التحالف الذي يضمهم ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب. وتلك ظاهرة يرى ولي العهد ووزير الدفاع السعودي أن من أكبر مخاطرها تشويهها سمعة الإسلام وعقيدته. تصحيح المسار كما رأى اجتماع الرياض يقتضي تأمين القدرات العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية مع مراعاة إمكانات كل واحدة من دول التحالف. ومع أنها خطط بدت للبعض طموحة، فقد رآها غيرهم متأخرة. ذلك أن اجتماع الرياض جاء في وقت تشارف فيه المعارك الكبرى مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق على الانتهاء. فريق آخر من نقاد هذا الحلف العسكري الإسلامي يستهويه السؤال حول المستهدف، لمن هو موجه حقه؟ أولى ملاحظاتهم هنا أن التحالف تغلب على أعضائه الدول ذات الأكثرية السنية، بينما لم تتسع قائمة العضوية لإيران وسوريا والعراق. وتلك كما يزعم أصحاب هذا الرأي هي من ظلت دوما في الخطوط الأمامية للحرب على الإرهاب. أما ملاحظتهم المرتبطة براهن الأحداث فتتعلق بتوتر بلغ مستويات غير مسبوقة بين السعودية وإيران بشأن ملفات عدة، لا سيما الحرب في اليمن وسوريا، فضلا عن الملف اللبناني. إذ إن الرياض تتهم طهران بتعم تنظيمات مسلحة في الشرق الأوسط، بينها حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، حيث تقود المملكة تحالفا آخر عربيا منذ مارس من عام 2015، أي أنها لم تستدعي التحالف الإسلامي لتلك المهمة. فهل لهذا التحالف قبل بالمهمة الملقاة على عاتقه أيا كانت تفصيلاتها؟ لا شك في أن المملكة تضيفها هنا نقطة إلى رصيد فتحته خلال الأعوام الأخيرة لإظهار أدوارها في مجال مكافحة الجماعات المتطرفة. المشكلة كما يبدو ليست هنا، فالتحالف الذي يعد لقاء الرياض الانطلاقة الرسمية لعملياته سيختبر حتما إذا صار التدخل في إحدى دوله الأعضاء ضرورة ملحة. بيان تأسيس الحلف كما نذكر شدد على أنه سيعمل ضمن قوانين الأمم المتحدة والشرعية الدولية. قد يعني ذلك أنه من غير الوارد قيام التحالف العسكري الإسلامي بعملية فردية دون ما تنسيق دولي واسع النطاق. ثمة تعقيدات أخرى محلية قد تحول دون مشاركة دول أعضاء في عمليات عسكرية خارج حدودها، إما بسبب إشكالات دستورية عند بعضها أو بسبب حاجة أخرى إلى قرار من برلماناتها. ليس خافيا أن هذه عوامل تعوق حركة الحلف، ومن المعوقات أيضا التوتر السائد بين عدد من دول التحالف كخلاف الرباعي مع قطر، مع أن الأخيرة وهي من أوائل الدول الأعضاء في التحالف منذ تأسيسه غير ممثلة في اجتماع الرياض. ثم هناك العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا، وقبل ذلك ثمة ما على التحالف الإسلامي أن يتجنبه من هنات نظيره العربي. سيتعين على دوله ضبط الأهداف وتوحيد الأجندات.